القرآن يشيل من باله أنه يدعو إلى الله، يشيل من باله أنه يطلب العلم، يشيل من باله أنه يقوم الليل، يشيل من باله أنه يصوم النهار، أصبحت الطاعة ثقيلة عليه، ولهذا نسيها نهائي. من ضمن نسيان الله للإنسان أن الله ما يوفقه للنافلة، ما يهدى لها يا إخوة، ما يهدى للنافلة. من ضمن نسيان الله للإنسان أن الله ما يدل مشاريع الخير عليه. مشاريع الخير تحتاج إلى دلالة من الله، الله يدلها على صاحبها، الله الذي يدلها. فيسوق الله بناء المسجد من بين هؤلاء الأشخاص لفلان، ويسوق الله تعليم القرآن من بيننا جميعا لفلان، ويسوق الله حفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من بيننا لهذا الشخص، ويسوق الله بر الوالد لهذا الإنسان، ويعين الله هذا الإنسان على الوتر، ويعين الله هذا على صيام النهار إعانة. إذا نسي الإنسان الله ينساه الله في النافلة فلا يعان. ولهذا لما كان رجل مما يذكره ابن الجوزي أن رجلا استضاف عند صاحب بيت، فلما جاء قيام الليل وإذا بالمرأة أخته، أخت هذا الإنسان تقوم الليل، والإنسان الرجل ما قام الليل، فلما أصبح سأله هذا الضيف وكان عابدا، فسأله كيف يعني أختك تقوم الليل وأنت؟ قال ألم تعلم يا هذا أن الإنسان موفق ومخذول؟ يعني القضية ما هي قضية أن الإنسان رجل يقوم الليل أو يصوم النهار أو يطيع الله، وأن هذه امرأة هي أضعف، القضية توفيق وخذلان، هذه وفقت وإن كانت امرأة وأنا خذلت وإن كنت رجل، القضية توفيق وخذلان. من ضمن نسيان الله للإنسان أن الله يخذله، فيعتمد على إيش؟ يعتمد على حوله وعلى قوته. وإذا وكل الإنسان لحوله وقوته يا إخوة خذل، ومتى صح توكل الإنسان على الله وفق. فإذا وفق الله إنسان دله على طريق التوكل، هذا واحد، وفهمه الله التوكل الشرعي الحقيقي، هذا ثانيا، وأعانه الله على تحقيقه، هذا ثالثا. وإذا نساه الله لم يدله على باب التوكل. من نسيان الله للإنسان أن الله لا يدله على أعمال القلوب، فلا يوفق لإخلاص، ولا يوفق لصدق، ولا يعان على زهد، ولا يوفق لورع، ولا يعرف أسباب الهداية، ولا يهتدي لأسباب الاستعانة بالله، حرمه الله أعمال القلوب، هذا من نسيان الله. خلاصة هذه الكلمة يا إخوة أن الإنسان، وهذا أعظم نسيان الله للإنسان، أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان ثم لا يشعر الإنسان أنه معاقب، هذا من أعظم نسيان الله للإنسان. أن الله يعاقب الإنسان ثم لا يشعر الإنسان أن هذا الوضع الذي هو فيه أنه عقوبة من الله، لا يشعر، ما يطرأ على باله، ما يعرف، ما يهتدي، ما يوفق، ما يؤنبه ضميره. ولهذا من عقوبات الله التي يعاقب بها الإنسان إذا هو نسي الله فأنساه الله نفسه، من ضمنها أن الله ما يعينه على تأنيب الضمير، ولهذا يقع على المعصية ويقع بالحرمة ويتخلف عن أوامر الله، ولا يوجد له واعظ من داخل نفسه يذكره أنك خالفت الله، أنك وقعت في العقوبة. الواعظ الذي يوجد في صدورنا أحيانا يا إخوة هذا من رحمة الله بالعبد، وما دام الإنسان واعظه من داخله فالإنسان موفق ومهتدي، ومتى من حجب عنه هذا الواعظ الداخلي فاعلم أن الله نسيه. ولهذا جاء في السنن بالترمذي بسند صحيح الألباني رحمه الله وجماعة، صحيح الترمذي نفسه في الحديث الطويل، وفيه واعظ الله في قلب كل امرئ مسلم، متى ما نسي هذا المسلم الله نسيه الله فأخرس الله هذا الواعظ الذاتي الموجود في داخل النفس، ولهذا يفعل ما يفعل في الخلوات وفي المحرمات ويقع ما يقع ما يؤنبه ضميره، ما يأتيه أرق بالليل نتيجة لأنه وقع في المعصية، ما يأتي هذه الأشياء، يفعل ما يفعل ومع ذلك ينام، يفعل ما يفعل ومع ذلك مرتاح، يفعل ما يفعل ومع ذلك ما يحرقه قلبه. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يا إخوة، الرجل، وأختم بهذا الحديث، الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان، هذه معصية، انظروا ماذا قال، هذه الروايات التي وردت عن هذا الرجل، أنه في رواية قال هلكت، وفي رواية قال احترقت يا رسول الله احترقت،
وفي رواية قال وويلاه، وفي رواية جاء يندب حظه، وفي رواية جاء يضرب صدره، وفي رواية أنه جاء يمزق شعره. ما الذي جعل هذا الصحابي تمر به هذه الحالات كلها؟ تأنيب الضمير، واعظ الله، لأنه لم ينس الله فلم ينسه الله، جعل له واعظ من داخل نفسه. متى ما نسي الإنسان ربه أخرس الله هذا الواعظ. صلى الله التوفيق والهداية والإعانة، وأشكر الإخوة الذين رتبوا هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التوفيق لي ولكم من وفر الهداية والإعانة، وصلى الله وسلم على محمد وجزاكم الله خيرا.